just like a rock star. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل الناس المشتركة معانا، منورنا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب هوم دوجز مانور، تدريب كلاب البحيرة كابتن أبو نور. بقالنا فترة محرومين إن احنا نطلع الكلاب بره بسبب الشتاء وبسبب طبعا البرد والحاجات دي كلها، لكن بإذن الله وبمشيئة ربنا اليومين اللي جايين يا موفق الحال طبعا هيكون في تعديلات في المزرعة هنا، إن احنا متاح إن احنا لينا نطلع، إن احنا نطلع الكلاب بتاعتنا صيف شتاء مش هتفرق معانا، هيبقى في نظام توند، نظام أرض خرسانية، حاجات زي كده. يعني بإذن الله في تعديل كبير هيحصل في المزرعة، بس طبعا احنا بنقول بالراحه لان كويس كتر خيرنا للمرحله اللي احنا وصلنا لها هنا في الشغل. تمام، الايام الجايه باذن الله هنظبط حاجات باساس ان انا نطلع الكلاب يوميا صيف شتاء، في ميه ما فيش ميه هيكون في اماكن ليهم يقفوا فيها وهيكون في تظبيطات كويسه. تعالوا نشوف دفعتنا النهارده، بعد ما كنا بنطلع اربع كلاب او خمس كلاب في الدفعه، دلوقتي هنطلع 10 كلاب. ليه؟ علشان اليوم الكويس او الشمس، اليوم اللي فيه شمس كويسه والارض كويسه، نلحق نفسنا باساس ان طبعا يكون في مساحه للكلاب احسن. تمام، في الدفعه بتاعتنا النهارده اول كلبه ناخدهم بالترتيب كده، العلاجات بتاعتنا جاهزه يا ابراهيم. اول كلبه هرتله. تمام، هرتله طبعا يا جماعه عشان نديكم معلومه، احنا بدانا ان احنا ممكن نوقف علاج الايفومات تمام بعد كده، وهنستعمل الديكتوماكس اللي هو ده. تمام اهو، احنا كنا بندي ايفوماك اردني، انا لسه هنبدا نشتغل بيه وهنقول لكم الفكره بتاعته ايه والمعلومات بتاعته ايه. طبعا زي ما معودتكم ان انا لو ماشي بنظام ونصحتكم بيه قبل كده، ما ينفعش ان انا اخبي عليكم النظام اللي انا دخلت عليه التاني، فلازم نقول لكم ايه الفرق بين ده والفرق بين ده. بس برضه الديكتوماكس كويس للحشرات وكويس للجرب والهرش والحاجات اللي زي كده، يعني مفيد للشعر وكمان مفيد للديدان اللي في المعده. تمام، نبدا المفروض ان هي تاخد تطعيم تاني. تمام، مش هندي تطعيم لسبب ان الكلبه متجوزه يوم 22/12، يعني المفروض بس كده تمام، ياخد يدخل الكلاب على طول. الصوت رجع كده تمام. طبعا يا جماعه معلش لو الصوت وطى شويه، هنحاول نعلي الصوت عشان المايك واقف. طب هنبدا ان احنا نحرش شويه من اي حقن، مش عايزين ندي اي حقن ولا اي حاجه في فتره الحمل. تمام، نيجي على فله. فله اكيد كلكم عارفينها. تمام، برضو متجوزه يوم كام؟ 30/12. طبعا وضع عليها اسنان، وضع على فله 30/12، يعني 30/1 30/2 لسه ما كملتش، لسه قدامها مسافه. يوم 30/1 يبقى شهر صح؟ النهارده كام؟ 25. هي واضح عليها باذن الله وبمشيئه ربنا. طبعا كتسميه تمام التمام. يلا دخل يا زياد. نيجي على الكلبه اللي بعد كده. برضه متجوزه 17/12 تمام؟ صوفيا 17/12 يبقى عندك شهر. 17/1 17/2 لسه برضه فاضل وقت، بس المفروض ان هي كده عندك شهر المفروض. تعالي تعالي
انا بنقول واضح برضو لان انا شايف ان الشعر هنا قالب يا جماعه. ادي الحبه اهمت صح ولا ايه؟ ادي الحبه اهمت اللي احنا بنتكلم عليهم في البطن تمام، اللي بنقول عليهم دولت اللي بيثبتوا لمربي الكلب ان الكلب ممكن تكون شايله، بس والله اعلم لان المساحه الكلبه دي طويله شويه، ممكن تكون طولها ده مش مبين معانا يعني، ديت اللي انا مش متاكد منها زي الاثنين التانيين اهم. الحته ديت واضح ان الشعر واقف اهو زي ما قلنا قبل كده، الصدر لسه ما فيش تريح تمام، بس انا شايف ان باذن الله خير يعني علي. انا شايف المشي طبعا اغلب مربين الكلاب لما يجي يبص على كلب حامل، لحظه، لما يجي يبص على كلب حامل ما بيبصش من الجناب، بيبص على ظهر الكلبه من فوق تمام، علشان ظهر الكلبه لو الجناب بارزه بالشكل ده كده يعني، انا بنبص على الاتجاه ده وانا نازل على الجنبين تمام، لو الجناب بارزه تمام اصبح ان الكلبه تكون شايله باذن الله. طبعا الشعر بيبدا يقف، معنى كده ان الجلد بينشد، يبقى الشعر هيبدا يتحرك ويقف، ده بيديني يعني تهيؤ ان هي حامل. احنا بنسيبها على بركه الله وهنتابع، وطبعا اكيد هنشوف الكلبه دي في الحلقات الثانيه. دخل يلا سفيا، هات ال بعد كده لوجي جواز 28/12 28/1 يعني لسه ما كملتش شهر، قدامها 3 ايام وتكمل شهر دي لوجي يا جماعه تمام. لوجي طبعا انا بنحل الكلاب يا جماعه عشان نشوف مشيه الكلب لو في اي مشاكل في الرجل. لا واضح ان هي شايله، واضح اللي بنقول كده. طبعا هو احنا مأكلين ومتكين في الاكل النهارده شويه. مين اللي مسرح لي ديت؟ اللي مسرح لي ديت تمام. يلا خد يا زياد دخل دي لوجي، وريني واخده تطعيم حشرات امتى. تمام احنا مش عايزين نتكلم في موضوع تطعيم حشرات خالص، طالما اي كلبه فيها جواز ما نتكلمش في موضوعها، اول ما نشوف كلمه جواز يا جماعه نلغي اللي قبل منها كلمه تطعيم خالص. نخش بعد كده سوفي، طبعا دي فاضيه بس كانت واخده تطعيم حشرات ما خدتش، عايزين نديها. تمام امسك كده هنبدا نديها تطعيم حشرات كمامه. يلا هنبدا بقى النهارده ندي ديكتوماكس. طب حاجه جسم زي جسم صوفي كده يا جماعه هندي قد ايه؟ هندي سنتي ونص، سنتي ونص كفايه عليه، وهنكتب لها النهارده تطعيم جديد تمام. ادي سنتي ونص ديكتوماكس، زي ما قلنا مش هندي ايفوماك تاني. يلا الاجنده فين؟ اكتب لها النهارده. خمسة وعشرين واحد السبت تمام؟ يبقى ده أول تطعيم حشرات نستعمله النهارده في المزرعة اللي هو الديكتوماكس تمام؟ هنشوف نتيجته إيه معاها بعد كده علشان نعرف الناس بعد كده في الفيديوهات. يلا يا زياد عشان نعرف الناس في الفيديوهات بعد كده الديكتوماكس عامل معانا إيه ورد فعله إيه مع الكلاب اللي عندنا. تعالوا نخش على الكلبة اللي بعد كده وهي جاكي تمام؟ المفروض جاكي اديهم لي بسرعة عشان نبقى بالترتيب بس تمام. طبعا دي وقت تطعيم حشرات يوم 15/8 ما اتجوزتش، يبقى هتاخد تطعيم حشرات تاني تمام. هنقوله ماكس 25/1 دي واخده، استنى في لحظه، 24/12 يعني المفروض 24/1 لا ده لسه بدري تمام بس كده لسه بدري اهو، اطمن عليها. يلا ماشي بيها كده شويه. يلا
نخش على اللي بعد منها. هات الاجنده. خش على جاكي. تمام. تطعيم حشرات 24/12 برضو. بس تمام. يلا بعد كده سكرة. وريني بعد اذنك. تمام خلاص ما تبدلش. نيجي الاول لقطاطا. تمام حشرات 24 برضو. بس يلا دخل دي الكرة بعديها. تمام حشرات 24 برضو. تمام يلا دخل دي بعد كده. ديفا طبعا. ديفا احنا مجوزينها 1/12 يعني المفروض 1/1 1/2 خلاص. المفروض النهارده 25 يعني فاضل 5 ايام. ديفا كده يا جماعه هنبدا ان احنا نجهز لها مكان، لانه واضح جدا على الكلبه ان هي خلاص كده قربت جدا. تمام للولاد. ديفا هتجهز لها مكان. تمام تمام للولاده. تمام كده باذن الله ومشيت ربنا. ربنا يكملها على خير يا رب، وهنتابعها باذن الله بالفيديوهات برضه. طبعا دي كانت اخر حاجه النهارده معانا يا جماعه. في الاخر بنقول لكم تحياتي لكم جميعا وتحياتي لكل الناس المشتركه. عرفنا اخبار كلابنا ايه واطمنا عليهم صحيا. بدانا ان احنا نشتغل بالديكتوماكس. الديكتوماكس اللي هو عباره حاجه زي الايفوماك بس ليه حاجات داخليات تانية مع جسم الكلب، وطبعا ليه اضرار برضو ومميزات هنتكلم عنها في حلقات بعد كده. تمام بس ما نقدرش ننصحك بيه غير لما انا نجربه علشان نشوف اضراره معايا ايه ومميزاته ايه، وبعد كده نقول لك تعمل بيه ايه، وهل هنوقف الايفوماك تاني وما نشتغلش بيه خالص ولا هنكمل بيه، والديكتوماكس نظامه ايه. الناس اللي بتتكلم وتقول الايفوماك ان هو راعي رسمي لمنع الخلفه، لا ما هي ديت ما خدتش الكتوماكس خالص، وكنا ماشيين معاه بالايفوماك، وادي دي كلبه شايله وكلاب قبلها شايله. تمام طبعا الموضوع يا جماعه موضوع الخلفه بالذات اللي هو كلبه تجوزها وتطلع فاضيه، الموضوع كله بيبقى عباره عن حالات نفسيه عند الكلاب. الناس ما تفهمهاش غلط. يعني احنا لسه جايبين ازازه الديكتوماكس امبارح او اول، تمام ما اشتغلناش بيها خالص، اول مره ناخد منها دلوقتي عشان ما فيش ناس تقول ايه الكلاب ما كانتش بتشيل عند كابتن ابو نور، ودلوقتي لما اشتغل بالديكتوماكس الكلاب بقت بتشيل والايفوماك هو السبب اللي ما خل... لا يا جماعه الموضوع مش كده. الموضوع بيبقى عباره عن حالات نفسيه عند الكلاب، لازم ناخد فكره عن الموضوع ده. حالات نفسيه يعني احنا ممكن نكون اول مره لما الكلاب ما شالتش كنا جايبين الكلاب من المكان التاني لسه ما خدوش على الجو والنظام هنا، لما اتعودوا مع الوقت تمام بدات الكلاب ترجع لحالتها الطبيعيه تاني. تابعونا يا جماعه وباذن الله هتلاقوا نتائج كويسه. تحياتي لكم جميعا وتحياتي لكل الناس المشتركه ومتابعينا على قناتنا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.